طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، أخبار المنتصف من يمن شباب وتتابعون فيه. انطلاق مؤتمر الاستجابة لإغاثة اليمن، والسعودية تقدم 150 مليون دولار لدعم اليمن. مصادر دبلوماسية تتوقع التوصل إلى هدنة طويل الأمد تبدأ بحلول شهر رمضان المبارك. وفي النشرة أيضا، الجيش الوطني يحرر منطقة الغرافي حول معسكر خالد، والميليشيا الإنقلابية تستحدث مواقع في شمير. أهلا بكم. إذن انطلقت أعمال اجتماع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في العاصمة السويسرية جنيف بحضور رفيع المستوى للحكومة اليمنية وللأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف المؤتمر إلى البحث عن سبل لتخفيف الوضع الإنساني الكارثي في اليمن وتفادي عاصفة مجاعة تلوح في الأفق. هذا وأعلنت السعودية على هامش المؤتمر تبرعها ب 150 مليون دولار لمساعدة الشعب اليمني، كما أعلنت الكويت عن تقديم 100 مليون دولار، والإمارات ب 100 مليون دولار، وألمانيا ب 50 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي ب 116 مليون يورو، وبريطانيا ب 1,300,000 جنيه استرليني كمساعدات إنسانية. وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء أحمد بن دغر تأييده واتفاقه لما جاء في تقرير وخطة الاستجابة الإنسانية التي ذهبت للقول أن الوضع في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية وقوات صالح كارثي. وأضاف بن دغر في كلمته في اجتماع دعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن أن تعز المدينة الأكبر بعد العاصمة تعاني من الحصار والقصف المستمر منذ عامين، ولا زالت الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع تطال المدن والجيران. سيطرة الحكومة ومتخطط فرق الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة الكثير من العوائق حتى تمكنت من تقديم المساعدة وإيصالها لمستحقيها. هذه جهود نبيلة تحظى بتقدير الشعب اليمني ودعمنا في الحكومة الشرعية، وسوف نستمر في دعمنا لفرق الإغاثة حيثما وجدت وفي أي محافظة عملت. لا فرق عندنا بين محافظة تقع تحت سيطرة الحكومة ومحافظة تقع تحت سيطرة الحوثيين. إن الرقم 2.1% دولار أمريكي هو الحد الأدنى الذي ينبغي العمل على جمعه، وهو رقم منطقي ومعقول وربما قابل للتحقق، كما أن ندعم الأهداف الإنسانية العامة لخطة الأمم المتحدة. هذا وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز أن اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية بأكثر من 2 مليار دولار. وأضاف في اجتماع دعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن أن التسوية السياسية فقط يمكنها أن تنهي الصراع في اليمن، مشيرا إلى أن ثلث سكان اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، وأن الحرب دمرت الخدمات الأساسية والقطاع الصحي في اليمن. ولتسليط الضوء حول المؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي يعقد حاليا في جنيف، ينضم معنا الصحفي من هناك الأستاذ نبيل الأسيدي. نرحب بك سيد نبيل. أهلا وسهلا بكم. إذا بداية، لو تضعنا في حصيلة الاجتماعات الخاصة الآن بتمويل خطة الإغاثة الإنسانية، يعني الأرقام إلى الآن يعني تم جمع ربما 819 مليون دولار، هل لديك تفاصيل أكثر سيد نبيل؟ المؤتمر يعني صراحة لم يكن بالأمر الكافي وحصوله على التمويل الكافي. كانت الأرقام واضحة بأنه تحتاج اليمن إلى أكثر من 2 ملياري دولار من حد أدنى للإغاثة الإنسانية، وهي الأرقام التي يجب أن تكون ضمن المساعدات وليس ضمن العملية العامة للإغاثة. بمعنى أن هناك 60% من الأموال التي رصدت للإغاثة ستكون بمثابة اللوجيست ورواتب موظفين وغيرها من الآليات، وفيما البقية 40% ستكون مساعدات من قبل الأمم المتحدة. بالتالي نحن نحتاج إلى مبلغ مضاعف من الرقم المطروح، 2.1% الفاصل هو عبارة عن الرقم المطروح للإغاثة. نعم.
للإغاثة فقط. وبالتالي نحتاج إلى رقم مضاعف لللوجست والرواتب وغيرها من الطائرات والأدوات الشحن. يعني هناك 50 دولة وكانت الأرقام ضعيفة جدا مقارنة بما تحتاجه اليمن من الإغاثة. يعني كما ذكرت يعني هناك أرقام ضعيفة كما تحدث، واليمن ربما بحاجة إلى أضعاف حتى المبلغ المطروح اللي هو 2 مليار دولار. هل يعني ذلك أن الدول يعني إلى الآن لم تستوعب الكارثة والوضع الإنساني الذي يعيشه البلد، لذلك لم تتفاعل بالقدر المطلوب؟ أعتقد أن الصراع ألقى بظلاله على الجانب الإغاثي والإنساني في اليمن. هناك اهتمام واضح بالجانب السياسي وجانب التسوية السياسية وإنهاء الحرب بعدد من الأطروحات. يعني حينما تحدث الأمين العام قال أنه يجب أن يكون هناك تسوية سياسية، لم يحدد ما هي التسوية السياسية من أجل أن تنتهي المجاعة وإيقاف الحرب، بينما رئيس الوزراء قدم أن التسوية السياسية لن تكون إلا وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216. وهذا الآن أصبح بما يشبه محل خلاف بين الحكومة الشرعية والأمم المتحدة في اتخاذ الإجراء المناسب. نعم. أعتقد أن الصراع الحاصل وخاصة بعد الكثير من الاتهامات بأن المواد الإغاثية والإعانات الإنسانية حصل فيها تلاعب من قبل الميليشيات الحوثية، وحينما ذكرت السعودية أنها قدمت 8 مليار دولار خلال سنتين كمساعدات للشعب اليمني، واتهمت الميليشيات بالعبث بالجانب الإنساني والإغاثي، إضافة إلى قيام الميليشيات بسحب المخزون المالي من البنك المركزي وغير ذلك من الإجراءات الفاسدة التي انعكست على الوضع الإنساني في اليمن. نعم. بالتالي الدول يعني هي غير مطمئنة لتقديم المساعدات الإنسانية في مثل هذه الحالة. يعني هناك حالة حرب وفوضى، وهناك أكثر من سلطة على أرض الواقع أو سلطة، وبالتالي هي التي تسيطر على آلية وتدفق المساعدات، وقد يكون هناك عبث من هذا في هذا السياق، وبالتالي لم تكن المبالغ المرصودة كافية أو يعني موازية للحد الأدنى للمتطلبات. يعني هل نستطيع القول سيد نبيل انه يعني كما ذكرت يعني الان المبالغ حتى ضعيفه ولم تصل القدر المطلوب، هل يعني ذلك ان المؤتمر ربما فشل؟ يعني ليس بالشكل الكامل حينما نقول انه فشل، لكن هذه هي الخطوه الاولى على الحكومه الشرعيه ان تواصل جهودها لاقناع مختلف الدول يعني باهميه اسناد الشعب اليمني وايقاف او الحد من المجاعه القادمه والكارثه الانسانيه المتدهوره بشكل كامل، اضافه الى ان الدول تحتاج الى تطمينات وفق الاليات التي سيتم من خلالها توزيع المعونات الاغاثيه والانسانيه. لابد من وضع اليه واضحه. كثير من الدول احجمت، يعني من 50 دوله هناك يعني عدد منها احجمت عن تقديم مبالغ ماليه حتى تتضح الصوره وحتى لا تدفع اموالا مهدوره. نعم. خاصه وان لديها تجربه في مؤتمر المانحين الذي رصد باليمن 10 مليار دولار ولم تستلم منها الحكومه اليمنيه الا الربع بسبب سوء الاليات التنفيذيه، وهذه التجربه السابقه انعكست حتى على المؤتمر الإغاثي الحالي. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا الصحفي من جنيف السيد نبيل الأسيدي، شكرا جزيلا لك. وبعيدا عن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي يعقد حاليا في جنيف، فقد أكد البرلمان العربي دعمه لشرعية الدستورية في اليمن ممثلة بالرئيس هادي. واتهم البرلمان العربي في ختام أعمال جلسته العامة 5 بالجامعة العربية اتهم ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية بعرقلة إيصال المساعدات الإغاثية إلى اليمنيين، مشددا على ضرورة توصيل المواد الإغاثية لكافة المواطنين في كل ربوع اليمن. كما شدد على ضرورة إطلاق سراح المختطفين في سجون الميليشيا، مؤكدا دعمه لمساعي تحقيق السلام في اليمن على أساس المرجعيات 3.
كشفت مصادر سياسية عن مقترح جديد يتم دراسته حاليا لإعلان هدنة طويلة الأمد تبدأ مع حلول شهر رمضان المبارك. وبحسب صحيفة البيان الإماراتية فإن المقترح يشترط التزام الميليشيات بعدم خرق الهدنة والسماح بوصول المساعدات للسكان المحاصرين على أن يتم استئناف المحادثات عقب شهر رمضان المبارك انطلاقا من المرجعيات المعترف بها دوليا. ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا دكتور عبدو سعيد مغلس وكيل وزارة الإعلام. نرحب بك سيد عبدو. أهلا وسهلا أختي الكريمة. إذن يجري الحديث حاليا حول هذه الهدنة، ما موقف الشرعية والحكومة خصوصا طبعا وأن يعني الحكومة لديها يعني تاريخ مع الحوثيين وبنكث وعودهم ودائما محادثات السلام لا تلتزم بها الميليشيا؟ أختي الكريمة، بالنسبة للهدنة يعني الشرعية منذ بداية البحث عن مخرج للصراعات في اليمن وسلام دائم في اليمن منذ بعد ثورة الشباب تبحث عن السلام. الهدنة تقوم على أساس الإيمان بالسلام وخيار التعايش مع الآخر، والشرعية اليمنية والتحالف يؤمنون بالسلام ومدوا أيديهم بذلك مرات عديدة. شهدت المئات من خروقات ميليشيا الإنقلابيين لأنهم لا يؤمنون بالسلام، انقلبوا على مشروع السلام اليمني المتمثل بمشروع الدولة الاتحادية الذي يمنع الحروب بين اليمنيين، وقتلوا ممثلهم في مؤتمر الحوار الدكتور أحمد شرف الدين. قاموا بحملة عنصرية تحت شعار أشداء على الكفار وكفروا 90% من الشعب اليمني، مارسوا كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية من التطهير والترحيل القسري إلى تجنيد الأطفال وزرع آلاف الألغام، دمروا المدن والمنازل في كل ربوع الوطن، حاصروا المدن تعد شاهدة على ذلك، جوعوا المناطق التي تحت سيطرتهم والحديدة شاهدة على ذلك. كل اتفاقياتهم التي وقعوا عليها في الهدنة السابقة لم يلتزموا بها، كما لم يلتزموا بأي هدنة أو معاهدة وقعوها طوال تاريخهم. مشروعهم قائم على تدمير اليمن والمنطقة، مقذوفاتهم نعم. يعني في ظل ما ذكرته سيد يعني سيد عبدو، يعني تاريخهم معروف بالنسبة لنقضهم للهدن وكذلك يعني فشلهم في أي موضوع يخص طبعا التخفيف من وطأة الوضع الكارثي الآن في البلد. الآن يعني يجري الحديث الآن عن هدنة، كيف سوف تتعامل الحكومة الشرعية في ظل كل هذه المعطيات؟ أختي الكريمة، الحكومة والشرعية والتحالف مع السلام، وكانوا هم المبادرين في الدعوة إلى الهدنة والسلام فيما يتعلق بالجانب الإنساني وكافة الجوانب الأخرى، لكن الهدنة هنا مرتبطة بتنفيذ المرجعيات. هل سيلتزموا بتنفيذ هذه المرجعيات؟ إذا هم عندهم استعداد وأعلنوا التزامهم الكامل الذي لا يشوبه أي لعب أو نكت، فستكون هناك هدنة وسلام. أما إذا لم يعترفوا المرجعيات ولم يعترفوا ولم يلتزموا بتنفيذها فلن يكون هناك سلام. نعم، يعني الآن الهدنة ربما مرتبطة بحلول شهر رمضان المبارك ربما، وأيضا توزيع ربما هذه المساعدات الإنسانية الآن التي طبعا يعني الآن مؤتمر للخطة للاستجابة الإنسانية عقد الآن في جنيف، ربما هو مرتبط الأمر بهذا الموضوع وتوزيع هذه الإغاثة. هل ربما أنتم الآن تطالبون ربما ضمانات معينة بحيث تتم هذه الهدنة خصوصا في شهر رمضان المبارك؟ أختي الكريمة، المساعدات الإنسانية لها منافذ دخول لكافة المناطق، المواني معروفة، وهم الآن يحاولوا توظيف الأزمة الإنسانية التي خلقوها بانقلابهم ضد الشرعية والمرجعيات المتفق عليها. أما يعني مرتبطة بالسلام، السلام ما مطلب شعبي ومطلب للشرعية ومطلب للتحالف، يلتزموا بالمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، هي الطريق الوحيد للسلام والطريق الوحيد للهدنة. نعم. الهدنة مرتبطة بالمرجعيات، سلام دائم ليحقق العيش والسلام لليمنيين طوال الفترات القادمة. نعم، لو تحدثنا سيد عبدو عن توقيت ربما الحديث عن هذه الهدنة في ظل هناك انتصارات طبعا خاصة في الساحل الغربي، كيف تقرأ هذا الموضوع؟ هم الآن الحديث عن هدنة هم محاولة منهم لإيقاف التقدم القوات الشرعية مدعومة بالتحالف لتحقيق وفرض السلام الدائم الذي يريده اليمنيون والإقليم والعالم.
نعم، ربما هذا الخبر طبعا ورد في صحيفة البيان الإماراتية، وربما تتحدث أن هناك أطراف تقف وراء ربما مثل هذه التحركات نحو الهدنة، من هذه الأطراف السيد عبدو؟ والله أختي الكريمة، الأطراف هي دائما التي قد تكون هنالك أطراف تريد التدخل في هذه اللحظة، كما جرت الهدنة السابقة عندما تكون الشرعية في سبيل تحقيق انتصارات على الأرض جديدة وتحقق سلام دائم لليمن، فبعض الأطراف تتدخل بالحديث عن الهدنة. أما الشرعية والتحالف هم مع السلام الدائم القائم على المرجعيات، أي التزام بهذه المرجعيات هو يعني السلام حقيقي ودائم لليمن والإقليم والعالم. نعم، شكرا جزيلا لك وكيل وزارة الإعلام الدكتور عبدو سعيد مغلس. إلى موضوع آخر، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تنفيذ قواتها ضربات جوية يومي الثلاثاء والأحد الماضيين ضد عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في محافظتي مأرب وشبوة، أسفرت عن مقتل 11 شخصا. وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال جيف ديفيس في تصريح صحفي أنه منذ 28 من فبراير نفذت أكثر من 80 ضربة دقيقة ضد مقاتلي القاعدة والبنية التحتية. نفذ العشرات من مرضى الكلى بتعز وقفة احتجاجية على قيام ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بمصادرة أدوية ومعدات تابعة لمركز الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة. يأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه مدينة تعز أوضاعا إنسانية مأساوية بحسب الحرب أو بسبب الحرب والحصار المفروض عليها من قبل الميليشيا الانقلابية. حول هذا الموضوع ينضم معنا وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية السيد فارس العبسي. نرحب بك سيد فارس. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. يعني بداية سيد فارس، نريد ان نعرف يعني معلومات حول هذه الشحنة، شحنة الأدوية التي صادرتها الميليشيا، من اين كانت قادمة واين تم مصادرتها بالضبط؟ اولا هذه الشحنة تعتبر يعني ركن اساسي في الحياه الطبيه بالذات لمرضى الغسيل الكلوي. نعم. شحنه قادمه من العاصمه صنعاء، تم مصادرتها في الحوبان. للاسف هذه الشحنه تحمل كل الصلاحيات وتحمل كل التصاريح للوصول الى داخل المدينه، نظرا للحاله الماساويه اللي يعيشها مرضى الكلى في داخل محافظه تعز. هذه نعم. الشحنه كانت تحمل مواد متوفره في العاصمه صنعاء ومتوفره في محافظه اب. الميليشيات استمرارا منها واذعانا منها في الطغيان والعنف تم اخذ هذه الشحنات اللي عباره عن محاليل غسيل كلوي، عباره عن فلترات لغسيل الكلى، وبكل ظلم وعنف تم مصادرتها وعودتها الى محافظه اب، والمرضى في تعز منتظرين لها بفارغ الصبر منذ شهور مضت. نعم، حدثنا عن يعني المرضى، مرضى الفشل الكلوي في مستشفى الثوره، يعني حالتهم الصحيه ووضعهم ايضا، وايضا يعني ربما تاخر ربما هذه ايضا الشحنه الطبيه، وكيف سيؤثر على وضعهم اصلا؟ صادف اليوم وجود مظاهره بسيطه لمرضى الفشل الكلوي في مستشفى الثوره. الامر ماساوي ان يوصف او ان يشرح. هؤلاء المرضى اذا تاخر الغسيل عن احدهم مجرد بضعة أيام ممكن يؤدي إلى الوفاة السريعة. يعني مرضى الفشل الكلوي من المرضى المستحقين للعلاج اليومي وبشكل مستعجل وبشكل سريع. ونحن في ظل الحصار والحرب الجائرة على محافظة تعز نعاني من شح كبير جدا في هذه المواد. المرضى كل يوم ينتظرون أن تصل المواد حتى يتم استخدامها للغسيل لهم. تخيلي، يعني لا يمر اليوم الثاني إلا ونسمع وفاة حالة مريض فشل كلوي بسبب انعدام هذه المواد. نعم. بسبب عدم قدرة المريض على الوصول لمركز غسيل الكلى في مستشفى الثورة أو في المستشفى الجمهوري. نعم. ويعني حتى انقطع عندهم الأمل بعد مصادرة هذه المواد من قبل الميليشيا صالح والحوثي الظالمين. لو تحدثنا قليلا سيد فارس عن عدد مرضى الفشل الكلوي الذي يتم معالجتهم في المستشفى. طبعا يعني بشكل عام مرضى الأمراض المزمنة في محافظة تعز كثيرين جدا، سواء كانوا امراض الضغط، امراض السكر، امراض القلب، ومنهم امراض الفشل الكلوي نظرا لحساسيه هؤلاء وحساسيه الحاله اللي يتمتعون بها. تقريبا يعني عدد المرضى يعني يتزايد وهم كثيرون جدا، ممن تم عمل مصاغره شرياني لهم واحتاجوا للغسيل، ممن ينتظر عمل
المفاغره الشريانيه او ينتظر ان يفرج الله همه بعمليه زراعه للكلى. نعم. هؤلاء عددهم يتجاوز اكثر من 1500 مريض منهم ملتزمين بالغسيل، وهم يتزايدون في المرض ويتناقصون بسبب الوفاه نظرا لانعدام هذه المواد. نعم. سيد فارس، يعني لا تعتبر ربما هذه الشحنه الاولى اللي يتم مصادرتها من قبل الحوثيين، اليس كذلك؟ هل رصدتم ايضا نعم هناك حالات؟ نعم. نعم، لو تحدثنا نعم عنها. في هذا الموضوع، هذا هناك استمراريه من ميليشيات الحوثي وصالح في خرق كل القيم الإنسانية والمعاهدات الدولية، وهذه ليست المرة الأولى، وأنا متأكد أنها لن تكون الأخيرة إذا استمر هذا التعنت واستمر هذا الطريق. يعني منعوا وصول المساعدات الطبية إلى مستشفيات تعز منذ قرابة السنتين، وبالنسبة لمواد الغسيل الكلوي هذه المرة الثالثة، وهم سيستمرون في هذا العنف وهذا الإذعان. يعني في منطقة الحوبان وقريبا ما ننتصر إلى المدينة، ومع ذلك أخذوها وصادروها إلى أخرى يتوفر فيها كل هذه المواد. استمرار هذه القرصنة والأعمال الغير إنسانية ينذر بكارثة صحية في تعز، وخصوصا مع مرضى الفشل الكلوي. نعم، كما تحدث ربما هذه الشحنة الثالثة التي يتم مصادرتها من قبل الميليشيا، هل تواصلتم مع مكتب الأمم المتحدة أو منسق الشؤون الإنسانية في صنعاء أو أي جهة دولية، بحيث أنه كما ذكرت يعني ليست المرة الأولى التي يتم فيها مصادرة هذه المحاليل، وطبعا مرضى الفشل الكلوي والغسيل الكلوي طبعا بحاجة إلى هذه المحاليل؟ نعم، تواصلنا سابقا واستمرنا في التواصل اليهم وما زلنا نتواصل، وبعد هذه الحاله تواصلنا معهم حتى نخبرهم بشيئين. يعني يجب اولا ان يوجهوا للعالم ما يتم محاصره مدينه تعز ومحاصره مرضاها وجرحاها. الموضوع الاخر ان يوجدوا طريق امنه لوصول هذه المواد والمساعده الطبيه لمرضى وجرحى تعز. الامر اصبح واضح وبين، يجب ان يقفوا موقفا حقيقيا في مواجهه الظلم الذي تفرضه قوات الحوثي وصالح على محافظه تعز. الامر لم يعد مخفيا عليهم وهو علنا. هم يعني يتلذذون بتعذيب مرضى تعز وجرحاها داخل المحافظه، وللاسف الشديد منظمه المجتمع الدولي الى الان صامته، ونرجو من حكومتنا ان تمثل الضغط لمثل هذه الحكايات ومثل هذه الاوضاع. نعم، انا اشكرك شكرا جزيلا وكيل محافظه تعز للشؤون الصحيه السيد فارس العبسي، شكرا جزيلا لك. أما ميدانيا وعسكريا، فقد سيطر الجيش الوطني في المخا بمحافظة تعز على منطقة الغراف حول معسكر خالد بن الوليد بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وفي جبهة موزة اندلعت اشتباكات عنيفة في تباب الضويحة وامتدت إلى جبل عقار، أسفرت عن مصنع 12 من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. كما دكت مدفعية الجيش الوطني تجمعات للحوثيين شرقي مدينة تعز، وأوضح مصدر عسكري أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات الحوثيين شرق المدينة محققة إصابات مباشرة خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير مدرعة. من جهتها كثفت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفها للأحياء السكنية بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 2 آخرين. هذا واستحدثت الميليشيا الانقلابية مواقع عسكرية جديدة في جبل الصيادة المطل على الطريق الرابط بين مدينة تعز والحديدة. وقالت مصادر محلية إن الحوثيين دفعوا بتعزيزات كبيرة إلى الجبل، وهو أحد المواقع المهمة في منطقة شمير بهدف إيقاف زحف قوات الجيش الوطني بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في محيط معسكر خالد وفي مديرية موزع. نهاية أخبار المنتصف، تابعتم فيها. انطلاق مؤتمر الاستجابة لإغاثة اليمن، والسعودية تقدم 150 مليون دولار لدعم اليمن. مصادر دبلوماسية تتوقع التوصل إلى هدنة طويلة الأمد تبدأ بحلول شهر رمضان المبارك. كما تابعتم أيضا، الجيش الوطني يحرر منطقة الغرافي حول معسكر خالد والميليشيا الانقلابية تستحدث مواقع في شمير. نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل.
الجيش الوطني مسنودا بالتحالف العربي يحرر مواقع جديدة في جبهة ميدي في حجة. وأهل المعتقلين قسرا في أبين يطالبون السلطة المحلية الإفراج عن أبنائهم. بإمكانكم متابعة قناة يمن شباب على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما يمكنكم التفاعل مع برامج القناة عبر صفحاتها في فيسبوك وتويتر. تمتعوا بمشاهدة أجمل البرامج من إنتاجات القناة وأقوى الإنتاجات العربية على قناة يوتيوب يمن شباب. أهلا بكم من جديد. استعادت قوات الجيش الوطني قلعة القماحي في جبهة ميدي بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع. مصادر ميدانية قالت إن قوات الجيش أحرزت تقدما جنوب شرق مدينة ميدي وتمكنت من السيطرة على القلعة ودحر الإنقلابيين منها. لقي 5 من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح مصرعهم بينهم قيادي ميداني حوثي في كمين الجيش والمقاومة في محافظة شبوة. وقالت مصادر ميدانية إن جنود الجيش الوطني والمقاومة نصبوا كمينا للميليشيا على الطريق الذي يربط محافظة البيضاء ومنطقة بيحان في محافظة شبوة، ما أسفر عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا بينهم القيادي الميداني أبو حسن السقاف. قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن معسكرات تدريبية ومخازن أسلحة للإنقلابيين في محافظة ذمار. وقالت المصادر إن الطيران شن 11 غارة استهدفت معسكرات تدريبية للميليشيات ودمر مخازن أسلحة في قاع الحقل غرب مديرية ضوران آنس. وأكد المصدر أن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات تعرضت لها الميليشيا خلال الضربات الجوية المفاجئة. أحيت إذاعة مأرب المحلية اليوم الذكرى السنوية الثانية لشهيد الإعلام ومؤسس الإذاعة بلكني مثنى الذي استشهد وهو في خندق الدفاع عن مدينة مأرب ضد ميليشيات الإنقلاب وآليتها العسكرية. وأثنت كلمات المشاركين بإسهامات الشهيد الإعلامية والبصمات التي تركها سواء في مشواره الإعلامي في القناة الفضائية اليمنية أو في تأسيسه وإسائه مداميك إذاعة مأرب المحلية ورسم نهجها التنموي والوطني. ببسلة منقطعة النظير تتواصل تضحيات عدد من المصورين الصحفيين الذين يواجهون المخاطر من أجل نقل الصورة والمعلومة للناس. حرب مفتوحة تخوضها الميليشيات الإنقلابية ضد الصحفيين والمصورين الإعلاميين الذين حولتهم هدفا لصواريخها الحرارية، كما جرى مع الصحفي صالح العبيدي أثناء قيامه بمهمته الصحفية في تغطية المعارك الدائرة بين قوات الشرعية والإنقلابيين غرب تعز. الصحفي المصور العبيدي تعرض لإصابة خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده إثر استهدافه بصاروخ حراري بالقرب من معسكر خالد بن الوليد مساء أمس الأحد، ويعيش حاليا في وضع حرج وقد خضع لعمليات جراحية عديدة. صالح العبيدي هو مصور يمني يعمل في توثيق الحرب الجارية وتمكن من التقاط آلاف الصور وتنقل بين الجبهات من ذباب والجديد وصولا إلى المخا ويختل مرورا بجبل النار ومعارك خالد بن الوليد، ناقلا الحقيقة ومحولا إياها إلى صورة حية. خلف الكاميرا كان العبيدي يعمل في صمت وسط الضجيج وأصوات القذائف التي اعتاد عليها خلال رحلته كمصور. التقط بكاميراته آلاف الصور ومئات المقاطع، ومع كل معركة يوثقها كان قاب قوسين أو أدنى من الموت. وثق العبيدي جرائم الحوثيين وصالح ونقل للعالم مشاهد من المدن المنكوبة عقب خروج الحوثيين منها.
ولم يغفل عن توثيق ابتسامات أطفال المخاف رحم بالتحرير، كما نقل لحظات الحزن في ملامح المدنيين في المناطق المحررة جراء جرائم الإنقلابيين، لكنه اليوم غدا هو ضحية حرب الإنقلاب. أصيب المصور العبيدي وبقت الكاميرا حية توثق لحظات الإصابة وتختزن ذكريات الحرب، ولا تزال إلى جانبه تنتظر عودته. يواصل أهالي المعتقلين قسرا في محافظة أبين احتجاجاتهم للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين في السجن المركزي في عاصمة المحافظة. وكانت لجان التحقيق التي شكلت من الأمن السياسي والأمن القومي والأمن العام والبحث الجنائي أقرت براءتهم والإفراج عنهم وعدم تورطهم في أعمال مخلة بالقانون. ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا والد أحد المختطفين السيد إيهاب الحافرة. نرحب بك سيد إيهاب. أهلا وسهلا، أهلا بقناة الشباب. نرحب بك سيدي. بداية يعني لو تضعنا في تفاصيل وأسباب الاعتقال، يعني حضرتك والد أحد المختطفين، كم مضى على اعتقاله وما هو سبب الاعتقال؟ الآن لمدة 6 أشهر معتقل والدي، وكان معتقل في 7 أكتوبر، والآن تحول إلى السجن المركزي لهم 3 أشهر في سنغوار. وحققت معهم لجنة من الأمن السياسي والأمن القومي والبحث الجنائي، ولم يثبت عليهم أي تهمة أصلا. وجزاه الله خير محافظ أبين اللواء أبو بكر حسين أمر بإطلاق سراحهم، لكن الآن لحد الآن ما فيش أي استجواب من أداة الأمن في إطلاق سراح أولادنا. والحال الان بعد المحافظ نقول ما ايش ايش الاسباب ايش السر، وهو يقول ان شاء الله خطوة سراحهم. احنا الان منتظرين، احنا تعبنا واولادنا تعبوا في السجون، اولادنا شباب على امر يدرس في الكليه يعني طالب جامعي. نعم، يعني افهم من كلامك سيد ايهاب انه الى الان لم توجه اي تهمه، لا توجد هناك اي تهمه، وبرأهم ربما ايضا الهيئه هذه ايضا يعني قامت بتبرئتهم من اي اعمال بخله بالقانون. كما تحدث هنا يعني 6 أشهر تم على اعتقال ولدك. ايوه نعم. نعم، طيب حاليا كم عدد المعتقلين الان المطالبين طبعا بالافراج عنهم حضرتك وايضا الكثير من اهالي المعتقلين؟ 17 شاب لا يتجاوز اعمارهم 20 سنه. اها، يعني والى الان لم تعرفوا يعني سبب، إلى الآن لم يتم طبعا الإفراج عنهم رغم أنه هناك يعني تم تبرئتهم. ايوه تبرئتهم، واحنا الاهالي مندوبين من الاهالي، منا 3 أشخاص جلسنا مع المحافظ ومدير الامن، والمحافظ تكلم وقال للمدير الامن اطلقوا سراح هؤلاء الشباب لانهم عندي سجلاتهم، لان ما فيش عندهم اي رضيه. اعطى تعليمات. ماذا كان رد المحافظ؟ رد المحافظ عليكم؟ رد المحافظ، المحافظ كان معنا، وهو على سبيل الحظ كل ابناء ابين حقيقه، لانه تعاون معنا كثير، وقالوا وقال المحافظ هؤلاء الشباب ما في عندهم اي قضيه، انا عندي ملفاتهم واطلبوا سراحهم، وكان يكلم مدير الامن شخصيا، وانا بعدين اتجهنا قال يوم الاثنين يتم اطلاق سراح هؤلاء الشباب، الاثنين اللي قبل هذا. وبعدين ذهبنا الى مدير الامن، لم نلاقي الا غير مدير المكتبه، قال لم يعطيه تكليف رسمي. احنا الان منتظرين ايش الحل. يعني رغم ان المحافظ كما تحدث سيد ايهاب متعاون معكم، وبرغم ايضا انه هناك نعم لجنه التحقيق برأتهم، والى الان لم يتم اطلاقهم، طب من هي الجهه التي ربما هي المخوله باطلاق سراحهم؟ والله احنا هذا الجواب المفروض ما انا تعطيني، هذا تعطيني مدير امن محافظه ابين، مدير امن والله المحافظ. انا احنا عارف احنا نتجه الى الجهات الرسميه اللي قالوا لنا عند المحافظ وعند مدير الامن، بس احنا مش عارفين في حلقه مفقوده، احنا الحقيقه مش عارفين ايش هي. طيب هل هناك ربما منظمة دولية تقف إلى جانبكم تقدم لكم الدعم حاليا؟ والله لا، المنظمات تسأل السجون وصورة أولادنا وذا، لكن ما فيش أي تجاوب لحد الآن. لا ليس هناك تجاوب عموما. أنا أنا أقدم شكر كبير للمحافظ الحقيقة، محافظ أبين على كل مجهود عمله معنا، هذا اب كل اللي وهو الان يسعى. انا احنا قصينا مع مرض امس واحد من ويا الامور، قلنا اولادكم ان شاء الله بيخرجوا قبل رمضان، احنا بس نشتي احنا على تسليم العمل، اولادنا تعبوا واحنا تعبنا هذا الان اللي حصلها داخل المدينه.
نعم، نتمنى يكون أصواتكم وصلت سيد إيهاب، ولما يكون هناك جهات مشروعية تساعدكم أو أي جهة يعني منظمة حقوقية تقف إلى جانبكم. شكرا جزيلا لوالد أحد المختطفين انضم معنا سيد إيهاب الحافرة، شكرا جزيلا لك. وحشية ميليشيا الانقلاب بحق المختطفين وأعمال التعذيب الوحشية لا تكفل لهذه الميليشيا إمكانية الهيمنة وحكم البلاد بقوة الإرهاب المستوردة من إيران، ومع ذلك تزداد الميليشيا عتوا وتورطا في تعذيب المختطفين، وهي جرائم لن يفلت مرتكبوها من العقاب. تفشل ميليشيا المخلوع صالح والحوثي من انتزاع اعترافات بشرعيتها من المختطفين، فتوغل في تعذيبهم ويصل حال بعضهم إلى الموت تحت التعذيب كما جرى مع المئات منهم. رحلة تعذيب وحشية ومعاناة بالغة يعيشها المختطف في سجن الميليشيات الطائفية، حيث بلغ عدد حالات الوفاة تحت التعذيب أكثر من 98 حالة وفقا للتقرير السنوي الصادر عن رابطة أمهات المختطفين. تعمل تلك الرابطة بجهود ذاتية وبمحفزات أمهات تبحث عن أبنائهن وتتأهب لسماع خبر وفاتهم تحت التعذيب، وتستمر منذ أكثر من عام في احتجاجاتها واعتصاماتها، لكن العصابة الطائفية لا يجدي معها غير منطق القوة، فهي تستخف باحتجاجات أهالي المختطفين وتمارس عملية قمع وحشية بحق أمهات المختطفين. فوفقا للتقرير السنوي الصادر عن الرابطة، فقد قمعت الميليشيات أكثر من 11 وقفة احتجاجية في صنعاء. أما استمرار حكاية تعذيب المختطفين فهي أكبر من أن تختزل في تقرير، وليست آخرها حكايات تعذيب الشيخ المعمري الذي سردها المختطف السابق الدكتور عبد القادر الجنيد. تعذيب نفسي وجسدي وإهانات إلى جانب الإمعان في خلق تشوهات جسدية للمختطفين عبر التعذيب. لكن السؤال يبقى حول المغزى من تعذيب المختطفين بتلك الوحشية الضاربة وبانسلاخ أخلاقي وإنساني، فتكون الإجابة أن الميليشيات الطائفية للمخلوع صالح والحوثي لا تعذب لمجرد التعذيب، وإنما وفق سياسة ممنهجة هي في حقيقتها تعبيرا عن اليأس من انتزاع اعترافات من المختطفين بشرعيتها. وكلما شعر السجان بالهزيمة أمام إصرار وعزيمة المختطف بالغ في عملية التعذيب. نبقى في موضوع المختطفين، فقد اختطفت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح مواطنين من إحدى القرى في محافظة الضالع. مصادر محلية قالت إن 3 عربات عسكرية على متنها مسلحون حوثيون داهموا منازل المواطنين في قرية رمة بمنطقة مريس، واختطفوا 8 مواطنين بينهم طفلان واقتادوهم إلى سجون خاصة في مدينة دمت الواقعة تحت سيطرتها. وللوقوف حول هذا الموضوع ينضم معنا سيد أحمد الضحياني رئيس مركز وعي للإعلام وحقوق الإنسان. نرحب بك سيد أحمد. مرحبا. إذا هناك مداهمات جديدة تقوم بها الميليشيا في قرية رمة، لو تطلعنا على آخر هذه يعني المداهمات والاختطافات اليوم، يعني 8 مواطنين من ضمنهم أطفال تم اختطافهم. نعم، تواصل جماعة الحوثيين المسلحة يعني أدواتها في قضية الترويع ويعني ممارسة الانتهاكات حق المدنيين والمواطنين الآمنين. اليوم في صباح اليوم يعني قامت هذه الجماعة وعناصرها التي تسيطر على قرية رمة باختطاف يعني باعتقال واختطاف 8 مواطنين بينهم طفلين في قرية رمة، واقتادتهم إلى جهة يعني مسؤولة. هذه ممارسة الحوثيين. أيضا في صباح اليوم قامت جماعة الحوثيين المسلحة وقوات الحرس الجمهوري التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح باقتحام جمعية الأقصى، فرع جمعية الأقصى في مدينة جبن، واقتحام يعني مقر لحزب الإصلاح في تلك المدينة وتحويلهم إلى سكنات عسكرية. وكانت الأمس الأول قد قامت باقتحام أيضا دار القرآن الكريم للنساء في مدينة دمت وتحويل إلى سكن عسكرية. هذه الانتهاكات التي قامت بها جماعة الحوثيين المسلحة، وهي تعتبر سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها بشكل يومي بحق المواطنين والمناطق التي تخضع لسيطرتها.
نعم، يعني كما تحدثت هناك أعمال وانتهاكات كثيرة من ضمنها المداهمات التي ذكرتها. لو عدنا لموضوع المختطفين، يعني إلى الآن هل تمخض هناك أي معلومات؟ إلى أين أخذوا؟ هل رصدتم أي معلومات جديدة حول هذا الموضوع؟ طبعا حسب المصادر التي أكدت لنا أن الحوثيين قاموا بأخذ المختطفين إلى سجونهم ومعتقلاتهم في مدينة دمشق، ويعني لديهم معتقلات كثيرة. يعني من هم سيد أحمد هؤلاء؟ يعني هل هم صحفيون، مواطنون عاديون، من هم؟ مواطنين عاديون، يعني في مناطقهم، في قرية رمى. وهناك يعني هؤلاء المواطنين عاديين، يعني مارسون يعني حياتهم ويتعرضون لمضايقات، واخر هذه المضايقات انهم قامت جماعه الحوثي المسلحه باعتقالهم واخذهم من منازلهم وقرائهم الى مناطق اخرى. نعم، يعني عاده سيد احمد، يعني دائما هناك مداهمات وهناك اختطافات في قريه رمى في موريس، ما سبب ذلك؟ ما سبب هذه المداهمات وهذه الانتهاكات الصارخه خصوصا في هذه القريه؟ هذه القرية سطرت بطولات عديدة والوقوف في مواجهة الانقلاب، ويعني كبدت الميليشيات خسائر كبيرة. اليوم أكثر من 200 أسرة من هذه القرية يعني في طور التهجير بفعل جماعة الحوثيين المسلحة، وأرادت جماعة الحوثيين من هذه ممارسة هذه الانتقادات هو الانتقام من المواطنين الأبرياء الذين سطروا بطولات، يعني الذين وقفوا ضدهم او اولئك المواطنين الابرياء الذي لا علاقه له باي شيء. طيب دعنا ايضا نتحدث، ربما ايضا هناك اختطافات ايضا جرت في مديريه جبن، 20 مواطنا ايضا تم اختطافهم، هل هناك ايضا جديد بشانهم؟ المواطنين تم اختطافهم في جبن، اكثر من 35 مختطف اخذوا الى يعني سجون الميليشيات في يعني مدينه دمشق. أهالي المختطفين لا يعلمون يعني ما هو يعني ما حالهم أو ما هي التهم التي ستوجه إليهم، لأنهم اختطفوا مواطنين أبرياء. حتى الآن أهالي المختطفين يحملون الميليشيات مسؤولية ما قد يجري يعني لأبنائهم. نعم، شكرا جزيلا لك سيد أحمد الضحياني، رئيس مركز وعي للإعلام وحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. غادرت دفعة جديدة من جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قوامها 41 فردا إلى مصر لتلقي العلاج في مشافيها. وأوضح رئيس اللجنة الطبية العسكرية عبد الملك الزبيري، أوضح أن الدفعة المغادرة إلى مصر هي 15 من جرحى الحرب التي يتم علاجها في الخارج عبر اللجنة الطبية، مشيرا إلى أن الحالات المغادرة تتطلب تدخلات جراحية كبرى في مراكز متخصصة في الخارج في جانب الأعصاب والعظام والمفاصل وشبكية العيون والجراحة التجميلية. نهاية أخبار المنتصف، تابعتم فيها. انطلاق مؤتمر الاستجابة لإغاثة اليمن، والسعودية تقدم 150 مليون دولار لدعم اليمن. مصادر دبلوماسية تتوقع التوصل إلى هدنة طويلة الأمد تبدأ بحلول شهر رمضان المبارك. كما تابعتم أيضا، الجيش الوطني يحرر منطقة الغرافي حول معسكر خالد، والميليشيا الإنقلابية تستحدث مواقع في شمير. نشكركم طيب المتابعة، في أمان الله.